فتح السيستم النهارده الساعه 5، بكره سيتم غلقه لاهلنا في اسكندريه او لمشجعي النادي الاهلي في اسكندريه يوم الجمعه ان شاء الله. هيبقى في منفذ لبيع التذاكر في استاد اسكندريه عشان الناس اللي عايزه تاخد تذاكر من اسكندريه وتروح تتفرج على المباراه في برج العرب ان شاء الله. المباراه هتبقى الساعه 8 يوم السبت في استاد الجيش ببرج العرب. ان شاء الله انا متاكد ان احنا هنلاقي 5000 متفرج موجودين لمسانده النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم وزي ما انتم شايفين اللي بيحصل خلال هذه الايام. الكل دايما بيخبط عايز يبعد جمهور النادي الاهلي. ناس تقول لك احنا ما عندناش مشكله ان احنا نلعب بدون جمهور. زي ما قلت لحضراتكم قبل مباراه السوبر، جمهور الاهلي هيبقى اساس كبير جدا جدا في نجاح عوده الجماهير بكثافه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ان شاء الله ان شاء الله ده هيحصل، لان الحمد لله بلدنا ستظل امنه دائما دائما، مصر ستظل امنه. فانا متاكد ان شاء الله ان خلال الفتره القادمه هيبقى التواجد الجماهيري بكثافه اكبر، لان احنا شفنا احترام من جمهور النادي الاهلي، وبالمناسبه ايضا شفنا احترام من بقيه الجماهير الاخرى. فعشان كده ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون هناك زياده لاعداد الجماهير ان شاء الله. ده مش معلومه بالمناسبه، ولكن ده تمني، اتمنى ان شاء الله احنا نشوف كده خلال الفتره القادمه. الحقيقه من اسعد الاخبار ليا والجمهور النادي الاهلي عوده سعد سمير وعوده محمد محمود مره اخرى للتدريبات الجماعيه. محمد محمود تحديدا بقاله 9 شهور لما جاله الصليبي في اول مباراه في اول ربع ساعه لعب فيها مع النادي الاهلي جاله صليبي، ولاول مره بيعود للتدريبات الجماعيه مره اخرى. الف حمد لله على سلامتك يا محمد. محمد محمود احد اللاعبين اللي ان شاء الله هيكونوا لهم دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانه لعيب كويس جدا جدا ولسه صغير في السن. نتمنى له يا رب دوام التوفيق خلال الفتره الجايه. ايضا احد كباتن الفريق كابتن سعد سمير، وعودته بهذا الشكل وسعد قوة كبيرة جدا جدا في دفاع النادي الأهلي، وسعد أيضا من كباتن الفريق، من الناس اللي ليها تأثير على اللاعبين الصغيرين اللي موجودين في الفريق. عشان كده عودة سعد سمير وعودة محمد محمود إن شاء الله إن شاء الله ليها رونق خاص. حد بقاله فترة طويلة جدا محمد محمود 9 شهور ويرجع إن شاء الله. خد بالك يا محمد، واحدة واحدة إن شاء الله تبدأ في التمرين واحدة واحدة كده في التدريبات الجماعية وفي تدريبات الكورة، وإن شاء الله بعد أسبوع كده لما تحس إن أنت واقف على رجلك كله تمام خش بقى واتمرن كويس جدا، لأن هي دي كرة القدم. سعد سمير برضو بقاله 3-4 شهور بعيد عن المباريات، زي ما قلت لحضراتكم قوة كبيرة جدا في دفاع النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب دوام الصحة خلال الفترة القادمة. برضو الحقيقة معرفش هل هو سوء حظ، هو في الاخر الحمد لله على كل شيء، ولكن مروان محسن بالنسبه لي واحد من اللاعبين الجيدين جدا اللي موجودين في النادي الاهلي، واحد من رؤوس الحربه الجيدين جدا اللي موجودين في النادي الاهلي. بالمناسبه مش بالنسبه لي، لما تيجي كده تشوف كل المديرين الفنيين اللي جم النادي الاهلي مروان محسن موجود معاهم سواء رقم 1 أو رقم 2. كل المديرين الفنيين خلال السنتين 3 اللي فاتوا اللي كانوا متواجدين في المنتخب الوطني سواء خفير أجري أو من قبله كان فيكتور هيكتور كوبر، الاثنين كانوا مصرين على وجود مروان محسن. وبالتالي اللعيب ده أنا بحس شوية أنه هو مظلوم في الوقت اللي هو محتاج أنه هو يلعب، وعمل الجون بتاع مباراة سموحة وكذا وكذا. طبعا الإصابة دي بتاعت ربنا وقدرية وكل شيء، ولكن هي بتبقى كده إيه يعني سوء حظ. انا مش هقول اكتر من ان هي سوء حظ، اتعمل له عمليه هنا في وشه. ان شاء الله يرجع بالسلامه مروان محسن. عاملين له تقرير مخصوص الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم من اللاعبين اللي انا حاسس ان هو اتظلم شويه خلال الفتره اللي فاتت، ولكن بيعود مروان محسن وبيسجل اهداف. والمره المباراه الاخيره امام نادي سموحه، النادي الاهلي فاز على نادي سموحه بهدف مقابل شيء، خد لعيبه سموحه كلها كده وعملها لرمضان صبحي، راح انفراد وحطها بشكل رائع في المباراة الأخيرة أمام سموحة أهي أمام حضراتكم. وبالتالي مروان محسن إن شاء الله إن شاء الله يرجع بالسلامة، وواحد من اللاعبين المحترمين والجيدين نتمنى له يا رب العودة سالما. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مروان محسن ونرجع نتكلم.